ورجعنا لكم الفاصل. من كام يوم صحينا على خبر وفاة هيثم أحمد زكي. هيثم أحمد زكي توفى موت فجأة، يعني هو حصل موت فجأة، وما كانش هيثم لوحده، كان قبليه علاء ولي الدين، وكان فيه عامر منيب، وكان فيه ناس كتيرة جدا. فعلشان كده احنا النهاردة في شارع النهار عايزين نناقش فكرة الموت الفجأة، وإيه فكرة وعلاقة القلب بيه، وعلاقة ممكن الحالات الحرجة والكلام ده كله. مشرفني ومنورني دكتور هشام صلاح الدين، أستاذ القلب بكلية طب القصر العيني، زميل الجمعية الأمريكية لأمراض القلب، وزميل الجمعية الأمريكية للقسطرة التداخلية. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك. ازي حضرتك؟ زي حضرتك. الموت الفجأة بقت موجود كل شوية، وبقى كل يوم، مش كل يوم، كل يوم ممكن فعلا يبقى فيه أهل بيصحوا على موت فجأة لابنهم علشان أمراض القلب أو علشان حاجات كتيرة جدا. حقيقة يعني أقدر واحد تشرحها لي، إيه الموضوع الموت الفجأة والقلب، وإحنا إزاي نتعامل معاه، وإزاي البني آدم ممكن يعرف لا قدر الله إنه ممكن يبقى هو عنده مشكلة في الموضوع ده؟ حقيقة يعني قولي أكتر في الموضوع ده. وطبعا تبقى حاجة حزينة جدا الموت عموما، ولكن طبعا الموت الفجائي ده ليه ديفينيشن او تعريف، انه بيحصل فجأة unexpected، غير متوقع، وبيكون عادة خلال ساعة من حدوث اعراض او حتى بدون اعراض. ممكن يكون اصلا المريض عنده امراض قلب او ما عندوش، فاللي بيحصل انه فجائي كده يحصل اضطراب في ضربات القلب. طبعا ليها اسباب كتيرة وكلام من ده، ولكن المشكلة الرئيسية كمان ما بتحصل في شباب، وبالتالي ممكن أما مش متوقعين خالص إن هم يكون هيجيلهم حاجة. ممكن ده يكون نتيجة مشاكل مثلا عيوب خلقية في الشرايين التاجية، أو يكون نتيجة بعض الأمراض الوراثية زي مثلا تضخم في عضلة القلب، أو بعض الاضطرابات في حاجة بنسميها حاجات معينة كده بتسبب اضطراب في ضربات القلب. وكل ده الشاب ما بيبقاش عارفه. يعني مثلا الله يرحمه هيثم عنده 34 سنة، لو هو ما عندوش مشكلة في القلب هيستري يعني في العيلة أو كده، وعنده حاجة في التضخم أو كده، هو ممكن ما يبقاش عارفه يحصل فجأة؟ بس أنا طبعا ما عرفش بالظبط حالة الله يرحمه هيثم أحمد زكي، ولكن اللي احنا بنسمعه من الميديا إنه تعب وجاله استفراغ، وخد او يعني كان بطنه تعباه او كده، وخد بعض الادويه وبعد كده مات فجاه. احنا ما نعرفش بالظبط ايه اللي حصل، بس اللي انا احب اقوله للناس عموما ان ممكن جدا امراض القلب مش بس بتيجي على هيئه الم في الصدر، ممكن جدا تيجي على هيئه الم في اعلى او فم المعده. وممكن ده الناس تفتكر ان دوت نتيجه اعراض بطنه او حاجه نتيجه جهاز هضمي، ويبتدوا كمان يبقى مصاحبها نوزيشن او رغبه في الاستفراغ او حتى استفراغ فعلا وعرق وكلام من ده، ويفتكروا ان دي نتيجه عسر هضم، وهي القصه كلها ان دي ازمه قلبيه وحاصل لا قدر الله مثلا جلطه في السطح السفلي للقلب. فبالتالي مهم جدا وجود اي اعراض غريبه او الواحد يحس يشعر باي اعراض انه يروح المستشفى ويكشف على نفسه فورا عشان ما يحصلش كده. يبقى اول نصيحه حضرتك بتقولها، كل ما تحسوا باي اعراض غريبه حتى لو تكاد تكون في ظاهرها بين ان هي برد، عسر هضم، اي حاجه، خد بعضك وروح المستشفى لان انت مش عارف ايه بالظبط. ازاي كده الواحد يقي نفسه من امراض القلب خصوصا الشباب؟ طبعا الواحد يعيش نمط صحي، دي حاجه في غايه الاهميه. الرياضه، عدم التدخين، الاكل الصحي من ناحيه انه ما ياكلش اكل فيه دسم كتير وكلام من ده، وطبعا انه يحافظ على وزنه. مهم جدا الواحد ما يتخنش، لان برضو التخن ده له بعض المظاهر والمشاكل الاخرى. طبعا مهم جدا برضو من حين للاخر ان الواحد يعمل كشف دوري حتى لو كل فتره، مش يعني كل سنه، كل كام سنه، حتى لو هو صغير. الثقافه دي مش موجوده خالص في مصر يا دكتور، بس دي حاجه مهمه، لانه كتير جدا من الناس اللي عندها ارتفاع في الضغط او عندها سكر او عندها كوليسترول عالي، حتى كوليسترول وراثي، ودي يمكن واحده من الاسباب المهمه لحدوث الوفاه الفجائيه، انه الواحد يجيله تصلب شرايين. تصلب الشرايين دوت او قصور الشرايين التاجيه في سن صغير جدا ممكن يحصل نتيجه عوامل وراثيه، منها انه يكون في كوليسترول وراثي عالي. وبالتالي ده بيحصل، نعرفه ازاي؟ عن طريق ان احنا نكشف. فحتى الكشف الدوري ده بيقدر نعرف من خلاله اذا كان في ضغط مرتفع، اذا كان في سكر، اذا كان في كوليسترول عالي، اذا كان في، حتى ندي للانسان الطبيعي حتى او سيمنجلي طبيعي، شكله طبيعي، نديله بعض النصائح. من سن كام يبتدي نعمل الفريكوينت تشيك اب؟ يعني مثلا سن 30 سنه المفروض يعمل كل قد ايه؟ كل سنه، كل سنتين؟ من سن ال 50 كل قد ايه يعمل تشيك اب او الكشف الدوري؟ هو طبعا في كلام كلاسيكي وفي كلام ابتدى يتغير شويه.
الكلام الكلاسيكي انه لازم طبعا عند سن مثلا 40 لازم ابتدي اكشف دوري سواء راجل او ست، بس الحقيقه الامر المفروض نكشف بدري قوي عن كده. ده يعتمد طبعا جزئيا على وجود اعراض ولا لا، ووجود عوامل وراثيه، يعني لو في فاميلي هيستوري او في تاريخ مرضي في الاسره لوجود مشاكل ممكن نبتدي نكشف من سن بدري خالص، يعني ممكن عند سن حتى 19 سنين. وحتى في بعض العوامل اللي بنسميها هوموزايجوتيك فاميليال هايبركوليستروليميا او كوليسترول وراثي من نوع معين كده، من سن سنتين لخمس سنين بيكون اوريدي الكوليسترول عالي في البيبي او في الطفل الصغير، وبالتالي احيانا بنبتدي نتشك على الكوليسترول في سن صغير قوي من سن كده سنتين لخمس سنين، وبعد كده عند سن 9 ل 11، وبعد كده بنتننا نتابع برضو الكوليسترول عند سن 17 و21. فالخلاصه القصه كلها تعتمد على وجود اعراض ولا لا، والاهم من كده عشان نقي نفسنا وجود عوامل وراثيه ولا لا. بس ان جنرال انا انصح الناس كلها ان هي تكشف حتى من سن 20 سنه. من سن 20 سنه تكشف. يبقى دي ثالث نصيحه دكتور هشام بيقولها. اول نصيحه دكتور هشام بيقولها انه لو اي حد حس باي حاجه مفاجاه يتجه على طول للمستشفى. ثاني نصيحه ان لازم على قد ما نقدر نعيش حياه نمطيه صحيه، اللايف ستايل نغيره. ثالث حاجه لازم نعمل فريكوينت تشيك اب بصرف النظر عن السن، واحسن حاجه من بدري. من بدري جدا جدا، ونشوف عندنا كوليسترول عالي، عندنا نقص في اي حاجه في الدنيا نعمله. في حاجه كمان كنت عايز اضيفها، احنا عاده ما بنشوفش مشاكل شرايين قلب في السن الصغير قوي الا اذا كان في عوامل وراثيه زي ما قلت لحضرتك، بس كمان بنشوفها في المدخنين. يعني فاكر كويس جدا جالي عيان سنه 19 سنه جاي بجلطه في القلب وما عندوش عوامل وراثيه، لا كوليسترول عالي ولا غيره. سالته انه بتدخن ولا لا، قال لي لا ما بدخنش. حقيقه الامر طلع انه بيدخن، بقاله خمس سنين بيدخن، وطلع كان عنده جلطه وكان عنده شريان مسدود وفتحناه له وحطينا دعامه. فاللي انا قصدي فيه التدخين ده واحد من أسوأ الحاجات اللي بتضر الشرايين، بتتلف الخلايا المبطنه ليه وبتعمل جلطات. حضرتك يعني بتدعو الناس ان هم يقلعوا عن التدخين تماما؟ لان هو ناس كتير، يعني على قد ما الناس عارفه ان هو حاجه خطر جدا جدا وبيدمر الصحه وبيسبب الوفاه وكده، بس طول ما الواحد ما اتحطش في الموقف نفسه ما بيعرفش قد ايه اضراره. ناس كتيره جدا جدا يا دكتور بيبقوا بيجي لهم ذبحه او بكده، وبيبقوا اندر امبريشن ان هم عندهم مشاكل عاديه، بس ما بيعرفوش ان الموضوع يتطور لده. ازاي يقوا نفسهم من الحاجات دي كلها، برضو لايف ستايل والكلام ده كله، ولا ده بيبقى ليه عوامل اخرى؟ زي ما قلت لحضرتك، هو اللايف ستايل موديفيكيشن، وان انا العب رياضه، وان انا ما ادخنش، وان انا اخد بالي من صحتي ووزني واكلي، الجانك فودز والاكل الدسم الزياده ده حاجه بتضر جدا، كل ده المفروض نحاول نبعد عنه. وزي ما قلت لحضرتك انه الكشف الدوري حتى مره كل خمس سنين في الصغيرين ممكن برضو يساعدنا على الاكتشاف المبكر. لو في عوامل وراثيه في عائلات معينه ده بيستدعي كشف بدري جدا جدا، لان في برضو بعض العوامل الوراثيه بتبقى موجوده عند بعض العائلات بتخليهم عرضه للموت الفجائي، فدي برضو حاجه بتستدعي بقى الكشف المبكر، ونعمل لهم حاجات اسمها فحوصات جينيه نشوف فيهم ايه نوع الجين اللي عندهم اللي فيه المشكله، بحيث يتم علاج هذا الموضوع. دكتور هسألك سؤال غريب شويه. دايما واحنا بنقعد نتكلم مع بعض يقول لك فلان قلبه اتكسر، فلان قلبه يعني انا قلبي مكسور انا كده، هو بجد القلب بيتكسر ولا دي جمله دارجه؟ يعني هو صح وغلط يعني. طب قول لي صح ازاي طيب؟ هي فعلا هو في حاجه اسمها متلازمه القلب المكسور. بالانجليزي اسمها بروكن هارت سيندروم. اسمها بروكن هارت. بروكن هارت يعني هو فعلا قلبه انكسر. وحتى المشكله فيها انه كتير جدا من اللي بيجي لهم البروكن هارت سيندروم دولت بيجوا لنا بيبقى شكلها كانها جلطه. وتلاقي في عندهم مشاكل وتعمل لهم رسم قلب، ممكن تلاقي فيه تغيرات، تعمل لهم موجات صوتيه تلاقي عندهم تغيرات فيها. والقصه كلها فعلا ان هو نتيجه الحزن الشديد جدا 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 بيعمل مشكله معينه في القلب. بس عادة ديت وممكن حتى لدرجة ان بعض الدكاترة ممكن تتخم ويعملوا له ويشوفوا كده يفتكروا ان دي جلطة، وبعدين يدخل بيهم قسطرة يلاقوا ان الشرايين بتاعته مفتوحة. فهي الفكرة كلها في البروكن هارت سيندروم دوت ان هو بيبقى فعلا نتيجة الحزن الشديد، وبيحصل زيادة معينة في الجهاز السمبساوي وبعض العوامل الأخرى تؤدي إلى منظر مشابه جدا للجلطة. بس عادة في معظم هذه الحالات بتبقى حاجة سيلف ليميتد، بتتنها فترة
وتروح والقلب يرجع تاني يتحسن والامور تبقى كويسه. يعني فعلا موجود. يعني فعلا لما بنقول لحد قلب الحزن الشديد بيسبب القلب المكسور. بس دي حاجه نادره برضه، خد بالك، ما كتير قوي بيحزنوا، بس مش معنى كده ان الناس كلها بيجي لها بروكن هارت سيندروم، عشان بس ما يبقاش بقى الناس كلها جايه لا عندي بروكن هارت سيندروم وبتاع. لا، هي القصه كلها ان دي حاجه نادره الحدوث، اوكي، ولكنها بنشوفها وليها تسميه اللي هي متلازمه القلب المكسور. سبحان الله. طيب الهارت اتاك او الازمه القلبيه والبانيك اتاك، الحاجات دي كلها ممكن يبقى في بني ادم بيجي له هارت اتاك او الازمه القلبيه، لو هو لوحده هل يقدر يساعد نفسه، او لو حد حواليه هل حد يقدر يساعده؟ يعني اديني كده شويه نصايح. طبعا كلامك جميل جدا. هو الفكره كلها ان في فرق فظيع ما بين حكايه الهارت اتاك والبانيك اتاك. والبانيك اتاك، البانيك اتاك دي نوبه من الخوف شديده، ممكن حتى الواحد يبقى شبه هيغمى عليه ومعتقد، عنده اعتقاد جواه ان هو خلاص بيحصل له حاجه، او حسب نوعها بقى يعني. الهارت اتاك دي ازمه قلبيه، ممكن تكون على هيئه حاجه بنسميها خناء صدري او انجينا، الم في الصدر يجي يقعد اقل من نص ساعه، ممكن يسمع في الدراع الشمال او في الدراعين، او يسمع في الرقبه او الفك السفلي، ممكن يسمع في الظهر. يسمع يعني يوجع؟ يعني عندي الالم هنا ونازل على دراعي، او نازل، او بيسمع في ظهري، او طالع لفوق، مصحوب بكتمه نفس احيانا، مصحوب بتعرق احيانا، ممكن يبقى الالم مش في الصدر، موجود في فم المعده هنا، ويبقى معاه استفراغ وعرق، ويفتكر يا ده نزار كلت حاجه مش حلوه. وهي القصه كلها ان دي نوبه قلبيه. لو زاد الالم عاده عن 30 دقيقه، دي بتبقى بنسميها جلطه او احتشاء في عضله القلب، ودوت بيبقى طبعا معاها اعراض مشاكل. اهم حاجه في القصه دي سرعه التوجه للمستشفى. يعني دكتور يستنى نص ساعه لو ما يستناش نص ساعه، هو اول ما يجي له الم خلاص، هو يا اما عارف انه عنده مشاكل شرايين يا مش عارف. لو عارف انه عنده مشاكل شرايين بيبقى عاده عنده نوع معين من الحبوب اللي بيحطها تحت اللسان. حلو، يروح حاطط حبه تحت اللسان، لسه في الم يروح المستشفى، هو عارف اصلا انه عنده قصور. لو مش عارف انه عنده قصور وجاله الم، فورا يتوجه الى اقرب مستشفى، ما يضيعش وقته بقى في مكالمه حد يعرفه، صاحبه، يشوف اذا اصل كان ايه، يكلم الصيدليه ويقول له طيب اصل، ويقعد يشرح له ويبعت له حبوب عشان الحموض. لا، دي الحاجات اللي بتضيع وقت وبتخلي جزء من المشكله ان احنا وي ار اكتنج اجينست ذا كلوك. يعني ايه؟ اول ما بيبتدي يحصل جلطه، جزء من عضله القلب ابتدى يتلف. اهم حاجه في الحاله دي سرعه التوجه للمستشفى، عشان عاده بندخلهم قسطره فورا او بنديهم مذيب جلطات. لو دخلته قسطره فورا ولقيت الشريان مسدود، بروح ايميديتلي فاتحه ببالونه واروح حاطط دعامه. فكره ان انا ااخر دخوله القسطره، او ان انا ااخر اعطائه مذيب اذا كانت حالته تسمح ان احنا نعطي له مذيب، في الحالات اللي زي دي بيحصل تلف في عضله القلب. مهما نعمل بعد كده ففي حته من عضله القلب تلفت، وبالتالي مهم سرعه التوجه للمستشفى وسرعه الاستجابه، وان احنا نعمل له اللازم بحيث نفتح له الشريان المسدود اذا كان في شريان مسدود. في حاجه ثانيه مهمه جدا، كتير للاسف يحصل لهم الازمه القلبيه دي وما يلحقوش يروحوا المستشفى، يحصل توقف للقلب قبل الوصول للمستشفى، وبالتالي هي حاجه في غايه الاهميه زي في امريكا وفي حتت كتيره جدا، يكون في فكره اللي بيرسون سي بي ار، اللي هم الناس اللي هم مش اطباء اللي بيعرفوا يعملوا انعاش للقلب. يعملوه ازاي بقى؟ ما هو دي بقى طبعا لازم بيكون في مانيكانه نشرح عليها. طب بقى احنا ممكن في مره لازم نجيب تيم ونخليهم كده يوروا حضراتكم هاو ذي ار دوينج ات، ازاي بيعملوا انعاش للقلب. ليه؟ لان دي حاجه في غايه الاهميه وبتنقذ ارواح كتيره. طبعا برضو من ضمن الحاجات ان احنا كلنا في بيوتنا يكون عندنا خطه طوارئ. يعني ايه خطه طوارئ؟ ابقى عارف رقم الاسعاف، ابقى عارف رقم المطافي والبوليس، حاططها كده جنب التليفون، بحيث او ابقى حافظ على الاقل الارقام الامرجنسي ديت، بحيث ان في اي امرجنسي واحد ابتدى قلبه يتوقف او ابتدى يجي له الم في صدره، اميديتلي اروح عامل ايه؟ اروح مكلم الاسعاف. وفي مصر ما شاء الله دلوقتي الاسعاف الريسبونس بتاعها سريع جدا دلوقتي، وبييجوا بسرعه وبيودوا على اقرب مستشفى. وبرده الاسعاف بيبقى عارف ايه هي البي سي اي كابابل هوسبيتالز، او ايه المستشفيات اللي فيها خدمه
ان احنا ندخل قسطره فوري في حالات الجلطات، معظمهم بيبقى عارف الكلام ده. هسالك سؤال سريع جدا يا دكتور، ايه الكومن فاكتور، لان حضرتك قلتها كده، ايه الكومن فاكتور ما بين، او ايه العامل المشترك ما بين الحموضه وال، لان في ناس كتيره يقول لك انا عندي يبقى فاكر ان عنده حموضه ويطلع عنده فعلا مشكله في القلب، ايه الكومن فاكتور ما بين الاثنين؟ لان ناس كتيره جدا ممكن تفتي يقولوا ده عنده حموضه، ده خد بيل، خد فوار، اعمل كده. يعني هو طبعا كتير، برضه مش عايزين نخوف الناس، يعني كتير قوي معظم الناس اللي عندها حموضه بيبقى عندها حموضه فعلا من الجهاز الهضمي، نادرا او الاقل بكتير انه يكون ده نتيجه مشاكل القلب. امتى بنفكر؟ طبعا في النهايه المريض نفسه مش هيعرف. ايوه، ما هو انا بتكلم عشان مريض ولا كده، ما انا بتكلم عشان خلاص مريض. وفي حاجات بتبقى مظاهر خادعه، ممكن ما اقدرش كمريض اعرف اذا كانت دي كذا ولا كذا، وبالتالي مهم انه فورا يكشف عشان الدكتور يقول له ويتصرف على هذا الاساس. فبالتالي احنا مهم جدا ان احنا نعرف اذا كان دوت نتيجه ده ولا ده، بس المريض نفسه صعب انه يعرف كده. طبعا في حاجات معينه بنبقى شاكين اكتر ان هو في الاتجاه ده، واحد مثلا كبير شويه في السن غير واحد طفل عنده 10 سنين، حصل له وجع مثلا، واحد عنده مثلا مدخن، واحد عنده ضغط او سكر او كوليسترول، ده بيخليه عرضه اكتر ان يكون دوت من القلب عن لو كان ما عندوش الكلام ده. بس برضه نبقى حاطين في حسباننا ان معظم الحالات اللي بيجي لهم حموضه دي ايه؟ نتيجه جهاز هضمي، عشان ما نخوفش الناس. بس برضه الناس اما يجي لها اي عرض غريب يكشف عند الدكتور ويشوف عشان هو يقول له كذا او كذا. احنا بقى محتاجين ان شاء الله في حلقه ثانيه تقول لنا موضوع لو حد جاله هايت اتاك، طريقه الانعاش وطريقه الاسعافات الاوليه، لان انا متاكد ان الناس كلها هتبقى عايز تعرف الموضوع ده علشان نلحق بعض، لان دي حاجه في غايه الاهميه. لازم على فكره ده دلوقتي دي قصه في غايه الاهميه، لان هي دي الوسيله الاساسيه اللي بتساعد كتير من الناس اللي بيتوقف قلبهم بره المستشفى. ازاي اما يحصل اوت اوف هوسبيتال كاردييك اريست، او ان القلب يتوقف خارج المستشفى، ازاي انعشه او ازاي ان انا اعمل له اسعافات؟ في امريكا في اكتر من 70 مليون واحد عندهم دي ار لايسنس ان هم يعملوا بيزك لايف سبورت او انعاش قلب اولي، ودي لازم، دي ان شاء الله دي لازم تكون حاجه موجوده باذن الله في المستقبل في مصر، بحيث ان دي حاجه الناس كلها تبتدي تعرفها يساعدوا بيها اي واحد يحصل فيه توقف للقلب. لا لا لا، ديفينتلي لازم نعملها، ديفينتلي هتفق مع حضرتك بعد الفقره هنعملها امتى. دكتور هشام صلاح الدين، استاذ القلب بكليه القصر العيني، وزميل الجمعيه الامريكيه لامراض القلب، وزميل الجمعيه الامريكيه للقسطره التداخليه، حضرتك شرفتني ونورتني في شارع النهار، قلت لنا معلومات كتيره جدا، ولسه يعني استاذنك تيجي مره ثانيه وتكمل لنا المعلومات دي. ميرسي جدا ليك، اشكرك. فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار، انتظرونا. عارف انه عنده مشاكل شرايين.